أصبحت المؤسسات الحكومية عرضة لاقتحام عصابات مسلحة تسيطر عليها لعدة أيام نتيجة ضعف الأجهزة الأمنية وعطاء السلطة المحلية. لكن المشهد كما يبدو تغير تماما عندما اقتحم المسلحون مكتب المالية يوم أمس، حيث قامت الدولة بواجبها في إخراجهم وإيداع من تسبب في عملية الاقتحام السجن. مشهد ولد انطباعا ايجابيا لدى العاملين في مالية المحافظة واملا في احياء دور الدولة تجاه مؤسساتها المختلفة. موظفو مكتب المالية استنكروا عملية الاقتحام وعدوها جريمة منكرة، واشادوا بدور الدولة في ردع مرتكبيها. احنا كموظفين دولة ندين ونستنكر التصرفات هذه بالاعتداء على المنشآت الحكومية، وهذا أسلوب غير رادي ولا يليق بموظف أن يصير يحرض المواطنين ويجي يقتحم مبنى حكومي. اتجهنا إلى مقر السلطة المحلية والتقينا على عجلة أحد وكلاء المحافظة، حيث أكد لنا بأن الدولة قادرة على مواجهة كل التحديات. هذا دليل على جهة المحافظة باهتمامهم بحل القضايا. صحيح. وهذا دليل السرعة يا دليل التعاون وفضل التعاون واهتمام جهة المحافظة حل القضية بسرعة. لماذا ما تبتدأ؟ والمطلوب هو حل القضايا بهذا الشيء كله من أجل ما تراكم القضايا الواحدة تلو الأخرى. قيام الدولة بواجبها في هذه القضية يثبت مدى قوتها في مواجهة عمل العصابات والحد من انتشار المظاهر المسلحة. والسؤال الذي يجب طرحه اليوم، هل آن الأوان لتبدأ الدولة خطوات عملية وجادة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار؟ هذا ما تجيب عليه الأيام القادمة. عبد الحميد الأشول لقناة سهيل الفضائية، محافظة حجة،